Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية، رزقت الضالين شاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أولا هيا بنا نذكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمل كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ثم صلاة وسلاما على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المكرمة في دكتور ليانا عمام، المكرم أساتذة والأساتذة في هذه المعهد، والآخر أقول شكرا كثيرا إلى رئيس الجلال الذي قد أعطاني فرصة ثمينة لأن أكتب أمامكم أجمعين تحت الموضوع طلاب العلم من جدي. أيها المهاجر، علم مهم جدا لأن بدون العلم فلن تكون حياتنا موجهة، والعلم هو زين ثم يكتب به. فمن قال الشهير تعلم فإن العلم زين لأهله، والبدر عنوان لكل مهامه، ولزين العلم فهو شعر الطلب للعلوم الأمة العلوم الدنية أيضا. أما العلوم الأمة مثلا الياتية واللغة الإنجليزية وغير ذلك، والعلوم الدينية مثلا الفقه والعقيدة الأخلاق وغير ذلك. ولذلك هيا بنا نجعل الإجماع لدينا لنا في طلب العلم لو كان مقامكم بعيد. أيها المهاجرون، وعلينا أن نتعلم بالجد أو الاجتهاد في هذه المدرسة، والاجتهاد أول نحو النجاح، ولا تتقبلوا مواعيد أنفسكم بالتعلم. أقول قولي هذا أفضل على خطائي عضو القلب والإلكترون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.